اسمي مصطفى سليم مصطفى الجعفري. أنا مواليد 1944 من مدينة الرملة. مدينة الرملة تقع تقريبا في وسط فلسطين، في الوسط. الكرة التي حولها صرفاند، عمواس، قريبة عمواس. قريبة من مدينة اللد. نعم. قريبة جدا، قريبة من روبين على البحر. فيها الرملة، معلم قديم معروف للنبي صالح عليه السلام، مئذنة النبي صالح مشهورة. كان في طريق يعني أذكره قريب من البيت على مسافة قريبة، ما الواصل ما بين يافا يمر بالرملة والقدس. معبد من العائلات المعروفة، آل العوضي، عائلة الأمون والبسيوني، الخيري، الخيري، الخيري. نعم، هذا مصطفى الخيري كان رئيس بلدية في الرملة. كان موجود، كان في مدرسة ابتدائية موجودة في الرملة قريبة من بيتنا. أذكر أنني كنت أذهب إليها وأنا طفل، أنتظر إخواني اللي أكبر مني لما يطلعوا من المدرسة وأعود بهم إلى البيت. كان في أطباء من خارج الرملة. هل تذكر منهم؟ يعني كان في طبيب، أنا ما أذكر طبعاً، لكن على هوا ما سمعت من الأهل، كان في طبيب تركي اسمه مصطفى نيازي. كنت أسمع من الوالد والوالد، كانوا يقولوا لي كنا نروح على سوق الأربعاء، هذا كان على شكل بازار يومي، فيشتروا منه حاجياتهم. أنا أذكر أنني وأنا طفل كنت أذهب إلى دكان كان اسمه زكريا وأشتري منه البندق بالتعريفة والكرشي. أكثر شيء أذكره البيت اللي كنا نسكنه، يعني كوني أنا كنت أعيش في هذا البيت أذكره يعني وكأنه أمامي. بيت كبير، كان فيه حوالي لا يقل عن 7 غرف. كان في مدينة الرملة على شارع عريض في البلد. إذا خرجت من الباب خلفنا تماما كان في بستان لآل حصوة من الرملة، لواحد اسمه حصوة من نفس المدينة كان يملك هذا البستان خلف بيتنا تماما. لذلك خلف البيت ما في بناء، في ساحة كبيرة كان يزرع فيه خضار، خس وبندورة وفجل وهيك شغلات. وبقوا في نهاية هذا البستان، كان على مسافة قريبة يوجد الجامع الأبيض، وإذا مشيت في الشارع إلى أعلى يوجد مدرسة كما قلت قبل قليل كان أخواني الكبار يدرسوا فيها. إذا رحت من الشارع أمامنا كان آل العوضي وآل الأموم، وفي برضو بعد البستان كان في منزل مصطفى الخير رئيس البلدية، كان له فيلا هناك. إذا خرجت إلى الشمال تمشي حتى تصل إلى تقاطع شارع كان يقطع، كان وصل ما بين يافا والقدس. السبب الرئيسي هو الاحتلال، والحقيقة مش بس الاحتلال، يعني ما رافق الاحتلال من مظالم، قتل واعتداء، وخاصة الاعتداء على الأعراض. يعني أنا أذكر أن الوالدة حكت لي لما جينا نطلع كان عندي أخوات صبايا، يعني منهم 14 أو 16، فحتى إنها تحافظ على هؤلاء البنات أن لا يعتدى علي عرضهن، كان في البيت في فرن سموه فرن طابون، يعني يخبزوا فيه، وكان في يكون اللي بسميه سكن أو ما يكون محروق من الهاتف.
نعم. فكانت تطول وتدهن حتى جعلتهم سود سود، يعني كأنهم عبيد، حتى انه ما يقربهن احد، لانه كانوا يعتدوا على الاعراض، وكان الاعتداء على الاعضاء على الاعراض غالبا من اجل تطفيش الناس. والدي اعتقل واخذوه اسير، كان في ايديهم في ايدي الاعداء. وخرجت والدتي مع اطفالها، كنت انا في الرابعه او الخامسه من عمري، وكان لي اختان اصغر مني، واحدة عمرها سنتين أو أكثر شوي، وواحدة كانت عمرها 6 شهور. فقالت أنني كنت أحملكم الثلاثة. مسافة طويلة. كيف كنت تقدري؟ لأن ما كنت أقدر، فكنت أتركك على الأرض وأمشي بالبنتين مسافة، يا الله، أحطهم وأرجع أجيبك. يا الله. ثم طبعا كانت مع مجموعة من النساء من الأقارب، يعني طالعين مع بعض، فالنساء كانوا ينتظروها، قالوا لها يعني إحنا هيك بنتأخر كثير لما أنت بتروحي، يا بتترك الولد تخلصي منه يا بتترك البنتين. فقالت له مستحيل. قلت لها والدتي يعني كان يترك ولده، في كان يترك أولاده ويمشي. نعم. سمعنا أنه في منطقة آريحة في مخيم للاجئين عقبة جبر، فقالوا أحسن شيء نذهب إلى هناك، وفي بعض الرعاية وبعض الدعم يقدموا للاجئين. فذهبت العائلة مع كثير من العائلات إلى مخيم عقبة جبر القريب من آريحة. يعني معيشتنا في عقبة جبر كانت قاسية جدا. أول ما وصلنا كانت الإقامة في خيمة صغيرة، كنا نعتاش على بطاقة من للمؤن يقدموها اليونسكو. درست في عقبة جبر حتى الثانوية العامة. أول شيء جاءوا فيه كان إن عمة في جبل الزهور، فسكنوا في، كان لهم بيت مؤجر يعني هناك سكنوا فيه. ثم بعد ذلك انتقلوا إلى مخيم الوحدات بعد النكسة. صار في إمكان الناس تروح، فقالت بدي أروح. يا والدتي وين تروحي أنت؟ يعني كيف بدك تعملي؟ قالت لا 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 بروح سهل، أنا بدي أروح. فذهبت إلى الرملة، فينا أقارب ما زالوا حتى الآن موجودين في الرملة، توجهت مباشرة لبيتها في الرملة، وطرقت الباب ففتحت امرأة يهودية تسكن البيت، فوالدتي ما كلمتها، يعني دخلت هيك وتطلع، تعرف قريب عن البيت 20 سنة. فالمرأة اليهودية قلت لها وين وين؟ يعني بلا استئذان ما بتستأذن؟ قالت لها استأذن؟ قلت هذا بيتي، في حدا بيستأذن اللي يدخل على بيته؟ قالت لها أنا أتمنى من كل قلبي إنك ترجعي على بيتك وأنا أرجع على بيتي، أنا ما أنا حابة، أنا غرروا فيي إن جابوني لهون. وقالت لها والدتي انت ليش وين بيتك؟ قالت لها انا جابوني من بولندا من وارسو. طبعا برجع بلا شك، نعم ارجع على طول، بلد مقدس، عقيده فلسطين لا يمكن التخلي عنها ولا البعد عنها. انا اتمنى لو يعني يكون لي مجال ان اذهب الان الى هناك واروح امشي واشوف الحاره التي كنت فيها وانا صغير، وأعيد ذكرياتي وأثبتها يعني في حتى لا ما راح تمحي إطلاقا.